الفول عندي هم الفول بالنسبة للفول، الفول عندي بس شوية محاذير أثناء تناوله، خصوصا القشرة للأطفال، لا عشان الأطفال يشرب. الصغيرين الذكور، لأنه ممكن يكون حامل لجين أنيميا الفول، نعم فيبتدي تظهر المشكلة من تناول البقوليات. فدايما بنقول للذكور، إن للأولياء الأمور اللي عندهم ذكور، إن تناول البقوليات بيكون بلاش في السنتين الأوليين، السنتين اللي في أول عمر الطفل، يا ريت ندخله بعد كده. ده بينطبق على الفول وعلى العدس الحمص وعلى والعدس الحمص والبقوليات، والبقوليات. لأن خصوصا لو العيلة فيها حد بيعاني من أنيميا الفول، لأن أنيميا الفول دي طبعا بتعمل مشاكل ومضاعفات شديدة جدا. فالأسرة اللي فيها حد مصاب بأنيميا الفول، يا ريت يبقى في فحوصات مبكرة للطفل، يكون في متابعة للطفل، ناخد بالنا من النظام الغذائي للطفل انه يكون خالي من البقوليات. وعلى فكرة البسلة بتعتبر من البقوليات، فنراعي ان ما يكونش فيه النظام الغذائي.